وعلى فكرة دي نصيحتها لي، لأن أنا قابلتها في بداية حياتي، ودي على فكرة كان من أسباب شهرتي. يعني ساعات الصدفة تلعب فعلا دور في حياة بني آدم وتغير مساره كله. يعني وأنا في سنة أولى اتعزمت في حفلة فيها الأستاذة فاتن حمام، فقابلتها ما بقتش مصدقة. هي شافتني أنا واقفة كده على بعد شوية منها، ومن انبهاري أنا خايفة أقرب منها، يعني مش عارفة هتقولي إيه، أسلم ولا هتحرج ولا إيه، وهي واقفة مع ناس فأنا مش عايزة أقطع كلام. فهي شايفاني واحدة واقفة تبص لها كده وبتراقبها. هي ناديت قالت لي تعالي يا بنوتة، ده كلمة كده دايما يا بنوتة، أه إيه ده؟ ده أنتِ شبهي أكتر من بنتي. بس فقد كانت الكلمة دي قالتها في حفلة في ناس واقفة، فالناس تنقلوا الكلام. شفتوا البنت اللي فاتن حمامة قالت لها أنتِ شبهي أكتر من بنتي؟ راحوا جابوني البرنامج، كان ناجح قوي. كان في توك شو كده أستاذة أماني ناشف، كانت إعلامية كبيرة كاملة تسعة. جابتني والفقرة اسمها شبيهي فاتن حمامة. محدش يعرف إيام شاهين لسه خالص، في سنة أولى لسه مخلصة ثانوية عامة. فجيت بعد وصوروني في أصل البروفيل يقولوا شبيه فاتن حمامة. طبعا أنا فرحانة طبعا، الأستاذة فاتن حمامة قالت لي إن أنا شبهها، بس هي كمان نصحتني وقالت لي اوعى تقلديني، خلي عندك شخصية وما تخليش الناس تقول شبيهة فاتن حمامة، خليهم يقولوا إلهام شاهين. قلت لها طب وحضرتك قلتي لي كده يعني بناء على ايه؟ لأن بعد كده كنا على تواصل مع بعض. قالت لي أنا حاسة إن في شوية تقليد، قلت لها يمكن من شدة حبي ليكي، أنا متأثرة بيكي لكن ما بعرفش أقلد، دي ملكة وموهبة تانية موهبة التقليد. قالت لي لا، بس قالت لي بالتحديد كان فيلم أيام الغضب، قالت لي أنا بغمض عيني كده وبسمعك وأنتي بتصرخي، لأن هي عندها شرخة كده في صوتها لما بيعلى لما بتصرخ. قالت لي سمعت نبرة صوتي بالظبط. قلت لها لا، أولا أنا مبسوطة بس والله أنا ما بعرف أقلد. وقلت لها بصي أنا أوعدك إن أنا مش هخليهم يحصروني في نوعية واحدة. وقالت لي على فكرة أنتوا جيل محظوظ، لأنه في عصرهم كانوا بيتصنفوا، يعني دي تبقى رومانسية تفضل رومانسية، دي شريرة تفضل شريرة، دي بتعمل هانم تفضل هانم، دي إغراء إغراء، دي فلاحة فلاحة. فإحنا جيلنا كان أكثر حظا ويعني كان متمرد، وإن إحنا عملنا نوعيات مختلفة من الأدوار. يعني الأدوار اللي أنا بقول عليها مثلا المجنونة أو المعاقة ذهنيا أو مريضة الزهايمر، أو الكاركترات دي ما كانتش بتتعمل كبطلة في السينما، يمكن تيجي دور هميشي كده لقطة أو بتاع، فما كانش فيه الفرايتي ده، يعني كانش فيه الفرصة لكم التنوع من الأدوار.